دكتورة أهلا وسهلا. أنا عايز أبدأ من الموضوع الإقالة ده. أولا حصلت إمتى الإقالة؟ والله أنا متعود دايما أصحى الساعة 4 الفجر، فصحيت الساعة 4 ببص على التلفزيون لقيت كل التترات في جميع القنوات الفضائية مكتوب عليها وكيل إقالة وكيل وزارة الصحة بالجيزة على خلفية الطفل اللي توفى محروقا في كبسولة في مستشفى الوراق. يعني ما حدش بلغك من الوزارة؟ لا يا فندم. حضرتك فوجئت في التلفزيون انك بالزبط. مقال؟ آه. طب حضرتك ده حصل من قد ايه؟ ده يوم 21 الخميس 21 ديسمبر. الخميس 21 ديسمبر. انا صحيت لقيت كل التترات، بفتح الفيسبوك لقيت كل المواقع الإخبارية. انا نايم الساعة 1 بالليل، ما كانش في حاجة، يعني تمت الإقالة بعد الساعة 1 بالليل، فدي كان حاجة غريبة وخلفية اللي هو وفاة الطفل.